الفتنة شنو هي الفتنة؟ الفتنة هي لما تمنعنا من زيارة الإمام الحسين وتحضر لها تحضير مسبق. الفتنة هي لما نتحرض الشيوخ العشائر على قمعنا. الفتنة هي لما نتهدد المتظاهرين. الفتنة هي لما تشيلون صور سليماني وتمنعون صور الشهداء. الفتنة هي تفليش قبور الشهداء اللي راعبينكم. الفتنة هي لما تضرب ثورتنا وتسوي لك مظاهرات وحدك وتروح بيها. هاي الفتنة. مو احنا اهل الفتنة، احنا وعينا. صح احنا صغار ووسخين ومتعبنا الوقت، بس احنا واعين. زلمتنا يسوى الف. ويوم 25 جاية، يوم 25 جاية وعرفنا سوالفكم. تحية. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آرائكم وتعليقاتكم على المواضيع اللي نطرحها في برامجنا. بداية قناة الرافدين نذكر السادة المشاهدين انه احنا عندنا تردد جديد، ترددنا 10727 على مدار القمر نائل سات، اكررها مرة ثانية 10727 على مدار القمر نائل سات. فأتمنى من السادة المشاهدين أنه يدخلون هذا التردد الجديد بأجهزة الاستقبال الخاصة بهم حتى نظل مستمرين وياهم 24/24 ونظل يشوفونا ونظل احنا مستمرين وياهم على تواصل دائم ببرامجنا. بداية اي شخص يحب يتصل ببرنامج صوتكم حتى يدخل ويانا بالبرنامج من داخل العراق يقدر يتصل على هذا الرقم او هذا الرقم، دني رقمين يقدر يتصل عليها اي شخص من دهوك من زاخو الى الفاو. اما الارقام الثلاثه اللي دا تشوفوها هسه دني ارقام تقدرون تتصلون عليها ان كنتوا داخل العراق او خارج العراق لا ضير. اضافه الى ارقامنا الخمسه اللي شفتوها قبل شويه للاتصال عندنا هذا الرقم، هذا الرقم مخصص فقط للرسائل المكتوبه، يعني رقم الواتساب المخصص لقناة الرافدين ما أقدر أستقبل عليه اتصال، ما أقدر أستقبل عليه رسالة صوتية، وأعذرونا ولا تزعلون من عندنا، فقط رسائل مكتوبة. وأتمنى تكون الرسالة متبوعة باسمكم ومكانكم حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة. العراق بمشاكل هواية، واحدة من المشاكل أنه العراق اليوم يعاني من أزمة مالية. أزمة مالية مو سببها لا العراق ولا العراقيين، سببها السياسات الخاطئة. بس الأزمة المالية ذكرتنا بقصة وحدة ذات جمال وعايشة بوحدة من القرى اسمها وردة. وردة هاي ترملت عدها بنات، فشايب يعرف انه وردة ذات جمال فقال بناتها شلون، اجا حكى ويا ورده وقالها زوجيني واحده من بناتك. البنات رفضن، رجعت قدم بس هالمره تقدم للامايه والزوجه. هالرجل هذا عطال بطال ما يشتغل، قاعد بالبيت يريد اللي يصرف عليه، ما يريد يتعب ويصرف على بيته. ورده كانت عندها اجلكم الله سخيلات، كم صخله قاموا يبيعون واحده واحده إلى أن خلصهم كلهم. ففكر شلون يعيشون خلصا الفلوس، قال ليش ما أزوج بنات وردة والمقدم ناخذه ونعيش به. فقال لها ليش ما تزوجين بناتك، عرسن وكبرن لازم يتزوجن. فجت على البنات قالت لهم الشايب يقول أنتوا كبرتوا ليش ما تتزوجون، الكبيرة فطنت للسالفة. فقعدت وقالت لها بيت شعر صغيروني، قالت لها طلع سربوت يا وردة والينا، وبس الفقر منه جنينة كلص خيلاتنا ويفتر علينا. رباط السالفة السياسيين اللي موجودين بالعراق، أكلوا خيرات العراق وفلوسه والمساعدات اللي تنطي له وأموال النازحين، وتدمر العراق من شماله جنوبه، والقروض والاقتراض الداخلي والخارجي.
وما خلوا شيء بالعراق. أكثر من 1000 مليار دولار بالجيوب. السياسيين والأحزاب إذا نتذكر ماضيهم حفاي، وإذا نشوفهم هسه اللي عنده قنوات واللي عنده شركات واللي ولده يفترون بأوروبا بسيارات لاكجري على قولت الأجانب فارهة وبملايين الدولارات ومشترين شقق وقصور وقلاع وبيوت وما خلوا شيء بالعالم ما اشتروه، وواحدهم معيش أهله برا بفلوس العراقيين. إضافة إلى ذلك يشتغل لأربع سنين بالبرلمان يطلع لراتب تقاعدي شهريا فوق 50,000 دولار، فعلى شنو يشتغل ويهتم بالشعب العراقي؟ يا نفس أو يا روح ما بعدك روح. فرباط السالفة ورا ما أكلوا كل هذني علي من يفترون السياسيين، مثل الحج اللي تزوج وردة قام يفتر على المقدم مال بناتها، افتروا على رواتب المتقاعدين ورواتب الموظفين والاستقطاعات. لوين راح يودونه العراق؟ لوين رايح؟ وشنو مصيرنا؟ أبو سعد من الأنبار حياك الله. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام أستاذ. احنا ما تمنا لا رواتب ولا تمنا التقاعيد ولا يهمنا الشوارع، اللي يهمنا ولدنا اللي خذوهم بالرزازة هذول يهمنا. نعم، نطلب من قناتكم الشريفة داعونا بيهم، داعونا قوم موسى، داعونا قوم عيسى ولا قوم محمد، انتهينا منهم. أبو سعد عفوا، احنا اكثر من مره ابو سعد احنا اكثر من مره مو 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 ضد من اعاده ابناء الرزازه ومختطفي الرزازه، لكن انه اكتشفنا او وجدنا انه ثوره تشرين اذا تحققت فالشعب كله راح يرتاح، المختطفين يرجعون والمعتقلين يطلعون والرواتب تمشي والحياة تمشي والبوق والنهب يخلص. فإحنا مو مركزين على ثورة تشرين وناسين النازحين والمعتقلين والمختطفين. عدنا حلقات كثيرة حكينا بها عن المختطفين والمعتقلين وما أعرف شنو، بس هو كل همنا هذا ما أريد، لا كل شيء ما أريد. يعني إحنا صارنا ست سنين يعني على أعصابنا عايشين. إحنا ترى يعني انفجارنا مو سهل، يعني آلاف بالآلاف مؤلفة، مو سهل انفجار. يعني عندنا محافظ الأنبار هسه أنا شوي في مهداء فأقول لك بعدين ما قدرت حاجيون أحد بيهم. نعم، ومحافظ الأنبار يفتر يقول لك تعال سوهم شهداء. لا احنا ما سوهم شهداء، بك تيجي واحد شريف على العراق، بك تيجي دولة، بك تيجي خام، بك تيجي أمريكا، هاي متعاملينها ولا ما متعاملين؟ هذول كل شيء هذول بس الباب والناس. ونطلب من قناتكم الشريفة داعونا الأمم المتحدة، داعونا أمريكا، شو يقولنا حل اليوم؟ نعم أبو سعد. إيه والله أستاذ، إن شاء الله تابع الحلقة وإن شاء الله راح نحكي في قضية المختطفين والمعتقلين ومن ضمنهم مختطفي سيطرة الرزازة. شكرا جزيلا لك أبو حسن. نعم شكرا أستاذ. أبو حسن من بغداد، العفو أبو سعد العفو، لا شكر على واجب. أبو حسن من بغداد حياك الله. السلام عليكم أخوي أفل. عليكم السلام والرحمة والإكرام، رب يحفظك أخوي أفل. هاي الرواتب يعني هي مجموعة عصابة ماسك البلد، هاي وحدة. اثنين، خيراتنا كلها لإيران. نعم، يعني شايف دولة عليها ضغط من على الساد الولايات المتحدة الأمريكية كلها كذب، هاي هم مستمعين كلهم علينا. يعني خيارات كلها تروح لإيران وللسياسيين، وكل واحد عنده جنسية جنسيتين يذب هنا وهناك. فدولة ما لهم حل يا أخي، دولة عصابة متمكنة ومدرسية تدريس مضبوط. نعم، يعني شنو معنى؟ قبل فترة سمعنا بأنه واحد موظف منتحر وشاف ما عنده فلوس، شو وكل جهالة؟ فهذول ليهم هم العراقيين ولا يهتمون ولا بيزة بس ما يقولون. فأشوف التسول القدية
يعني هم دول مو عراقيين ولا ينتمون للعراق. وبصورة عامة يعني حتى لو هسه يعني هسه أنا إنسان عادي لما أشوف النازحين متبهدلين بالحر وبالبرد شنو ما عنده غير عليهم، بس هم لا غيرة ولا غرغرة. حتى السياسيين ما صرنا مع الأسف يعني جايين وإحنا لأجل القرآن انتخبونا، طلعوا كلهم مطايا مع الاحتلال، ولذلك هذول ما يبنون بلد. وأبدأ هاي الرسالة للعراقيين يا جماعة الخير، والله العظيم هذول سبب دماركم وراح توصلون أسوأ بعد أسوأ. ولذلك العراقيين ترى هذول ما يرحموكم، ولذلك عليكم تنهضون. يعني تعرف شو تنهضون؟ يعني البلد راح يضيع، يعني منها أمريكا، منها بريطانيا، منها إيران، منها الدول المتحالفة وياهم. نعم. يعني كل واحد له كعك من الكعكات، خصوصا دول السياسيين. يعني والله ذاك اليوم قبل كم يوم رحت للجادرية قلت لهم شفت قاع كبيرة، قلت لهم ما المهنيج على سبيل المعرفة. كان يقول والله ما تريد الجبوري يا أبا قاعش كبرها ودي ابنية مول يا ولدي المول. فدول إلهم بس يقولون بس لهم، ما هم الشعب، لهم الشعب شاي حسوا معاناته وبآلامه. يعني ما ادري يقول هاي مال باربيل مدوين مره يضربها شرطي، هذا اسعد يوم طلعها باليوتيوب مره ضاربيها ما ضربها شرطي، ما ادري شنو موظف عندهم هناك، ولا واحد حسه شفناها بعلفي. فما اعرف يعني الى متى يتحملون شعب العراق. يعني بدل ما يعني دول المفروض يبنون، يعني اتحداهم اذا ما يجون مستشفى، هاي المدارس الصينيه يا والله عجيبة يا ربي. هاي الفلوس أخي للسياسيين والإيران وأمريكا مسيطرة عليهم وما يقدرون يحشون دول نساء إيران ونساء أمريكا، دول مو رجال. ولذلك يا عراقيين الخاطر الله، حسوا ترى الطامة الكبرى جاية، والنوبة هذا الرجال اللي في الكوري شانقي. نعم. ما حشانق بس الحكومة 100% لما يرجو المشروع الفاوي يكمل، لأن راح تتضرر دول أخرى وغيرها. فما يبدون العراق يبني بيه طابوقه. فيا عراقيين حسوا الخاطر على الله، حسوا. نعم. شكرا جزيلا لك ابو حسن. ام فارس من قضاء سامر، عفوا من مدينه سامر في محافظه صلاح الدين، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. عندي ابني مسجون صار لأربع سنين. نعم. كيفكم طالبونا بالمصطفى الكاظم بالأمريكا بأي دولة طالبونا يفكونا أثرهم. نعم. لا يكون خبر عليهم، لا يخلونا نوقفهم، لا يشوفونا حاكمينهم لولا. يعني حالة شو راح نسوي؟ بس قول لي يا أخي شو راح نسوي؟ نعم. يعني هم هسه أولادهم مو غالي عليهم؟ يعني شنو ذنبهم أولادنا نايمين بس سجونات وما ندري حالهم وشونها؟ يعني ما أدري شنو نسوي ما نسوي. أم فارس ليش انسجن ابنك؟ والله ابني كارفو جو علي للبيت وخذوه وراحوا، يعني ما عند اي شيء، قالوا للمختار بهالثقه. نعم. وهسه اريدهم يعني يكونون حاكمين او هذا، يعني خلونا نواجههم، خلي عاد نواجههم بس نواجههم. نعم ان شاء الله ان شاء الله تسمعين مناشدتك او هم سمعوا مناشدتك وننقل مناشدتك من ضمن حلقه انت وابو سعد من الانبار. شكرا جزيلا لك ام فارس من الفلوجه. مهند حياك الله يا مهند. خير وسعاد عليك استاذ الغالي حبيب قلبي، كل الحب لك ولبرنامجك الهادف، ونشكركم لجهودكم الطيبه كل ما تقدمون واجبنا في خدمة المواطن. الله يوفقك أستاذ العزيز. احنا من 2003 لليوم ما شفنا شيء من المص.
نعم. ومن تحرير الانبار لليوم احنا يعني في ظل حكومه كلها فساد ومستشري واسقاط الى اخره. اليوم مرينا بازمه جائحه كورونا، وتعرف المواطن البسيط اللي يشتغل على باب الله واللي على قد جد تاذينا معه. رفع الحظر التجوال، قلنا يا الله استونا، قلنا يا الله يعني فت شغله والله العظيم ما يعقلها العقل. خلي كل 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 يسمعني والله، انفجرت سياره يعني عفوا دراجه شحن، دراجة هواية شحن، نعم، من عم كشك واحد عنده دراجة ما يصعد، واللي يصعد يشين ويغلطون عليه ويجب. هو هذا عمل والله والله هو نعد. وين الجهد الاستخباراتي والجهد الأمني والجهد يعني؟ هو هذا والله حكي هذا يعني انفجرت سيارة، شو تمنع كل السيارة، انفجر مواطن تمنع كل هذا مو حكي هذا يعني. مواطن يبيع مي عايش عائلته تمنعه تاخذ الدراجة وتينا تغلط عليه، هذا مو عمل، هذا مجمع يعني. هذا جهود استخبارات، وين الجهود الاستخبارات والقوات؟ القوات ما تتخيلها، ما تتخيلها على الارض، ما تقدر ما تقدرون يعني. وين جهودكم؟ وين شغلكم؟ فوالله تتعجب. هذا الشيء اللي استفزني بصراحه واللي خلاني اتصل، ولهذا انه منعوا اللي عنده دراجه شحن واللي عنده دراجه هوائيه واللي عنده دراجه ناريه. انت ارجع، انت طبل بيتك، انت لتره. هذا مو عمل هذا يعني. شلون الناس شلون يقدر يعني ما عنده سياره يقدر يعيش عائلته؟ يبيع مي، يبيع كلينيس، يبيع عصير، شلون بالله؟ والحل شلون؟ والتالي شلون؟ والنهايه شلون بالله؟ والله ما اعرف. اتمنى خلي يسمعنا، اذا اكو احد يسمعنا، فما اعتقد احد يسمعنا الا الناس القليل الخير. شكرا لك. عفوا عفوا اخ مهند، شكرا جزيلا لك. طبعا يعني اذا اريد نعرف العراق مثلا كل قرض قدمنا بحدود 5 مليارات. إذا خلينا بالحسبان أنه البرلمان يأخذ 45 مليون يعني ما يعادل 37,000 دولار، 37,000 دولار في 329 نائب يعني يصيرون بالشهر الواحد 12,173,000 دولار رواتب النواب العراقيين بشهر واحد. يعني هم كل شهر اكو 12 مليون دولار وال173 طرح في سنه 146 مليون و76 الف دولار. 146 هم يعني الكسر الطهي طرح ذولا ل329 اللي موجودين هسه كم دوره انتخابيه رواتبهم التقاعديه اكثر من 37,000 دولار، وصلت 50 ما أدري إيش جيت عبرت 50,000 دولار. ما شايف واحد يقبض راتب بالوظيفة 37 وراتب التقاعدي أكثر من راتب الوظيفي. ما أعرف عدل خطورة، عدل وفود، عدل حمايات، عدل هواية أمور. قل لي الكاظمي والحلبوسي تقدرون تقصون مليون من البرلماني سياسة تقشف لو بس من الموظف؟ ابو زكريا من كركوك حياك الله. الله يحفظك يحفظ قناتك يا ابن العزيز حبيب قلبي. وظلوا قناتكم الهدف السياسيين كفر الحراميه العراقيين والايرانيين يا ابن العزيز. بس عندي خطين. اول مره ابني اسد، نعم، بلك ترجعون قناة أصواتكم إلى ساعة 9 على الأول 10 كنا تعبان وتعبانين يا أبني. نعم. وثانيا يا أبني الحبيب البرلمانيين شوف العراق تغيير الذبح أبو من الإيرانيين وميليشيات وتشريد العراقيين وتهجير العراقيين. هذول البرلمانيين هذول حرامية السفر غير سرقة ذبح العراقيين من ولي 17 سنة، صحيح ولا ابن عزيز؟ نعم. الله يحفظك يحفظ قناتك. الله يسلمك. الله يسلمك. تدعونا للتسعة لنوزلي العراقيين تعبانين، كهرباء ماكو، اكو
الله يحفظك يا ابني. ان شاء الله ننقل طلبكم هذا الى اداره قناه الرافدين وهي تنظر بالطلب هذا. وشكرا شكرا جزيلا الى ابو زكريا. يعني طبعا انا من قلت لكم بالسنه 146 مليون، يعني الدوره الانتخابيه تكلف العراق نص مليار دولار، هاي بس الرواتب الاسميه، واكثر هي 600 تقريبا. يعني القرض اذا طلبوا 5 مليارات عشر القرض رايح للبرلمانيين، وش دا يقدمون هم؟ شنو اللي دا يطول العراقيين؟ غير الوزير، غير المسؤول. إضافة إلى ذلك شغلة ذكرتها أثناء اتصال عمي أبو زكريا، غير اللي أكثر من راتب، قائد بميليشيا يأخذ راتب من الميليشيات أو من هيئة الحشد، وهو برلماني ويأخذ راتب من البرلمان، وهو عضو لجنة ما أدري وين يأخذ غير راتب، هو يشتغل بمؤسسة يأخذ راتب رابع. زين شلون؟ وتالي والمواطن هذا يأخذ له أربع رواتب، واللي تعب على روحه ودرس وأخذ ماجستير ودكتوراه قاعد بالبيت، واللي مشتري له شغلة يتسبب بيها حتى يوكل أهله وجهاله خبز بالحلال مانعي، يعني اشتردون بعد أكثر من الشعب العراقي. أبو محمد من السماوة حياك الله. الله يحييك. السلام عليكم، شلونك أستاذ الفل؟ عليكم السلام والرحمة والإكرام أستاذ الفل. بالنسبة لل إحنا هذا ما ننتهي من عنده أبدا، مثل الرواتب هم رهن قصير العراقي إن شاء الله الرواتب وبالنفط يبقى دائما مادي إذا لهم ومعتمد بس على الراتب، وتركوا قطاعات ما فعلوه حتى الشعب يظل يعني ينظر لهم دائما إنه يريد وظيفة أو بس بسلك أو بيش أو بسلك. إذا صارت أكو فرصة أو للتعيين موت قطاعات ولوها تكون الصورة هذه الوضعية بالعراق. بالنسبة لها ذات ما لمان أكو بعض الأمور اللي هم أقرها لهم أستاذ أفل، مثل المليارات للأحزاب ينطون من عدار للأحزاب للدعاء أربع مليارات هذه على عدد حسب عدد المقاعد اللي فوز بها الحزب وتوزع هاي الحصص أمور الجزء العارين. عندنا محمد ما افتهمنا قرينا على القضايا الداخليه اللي تخص البرلمان كلها ما هي محل، يعني انه اكو قرين قسم للساعات الاضافيه قدر لما كانوا قرينا باللوائح الخاصه بالدوائر الحكوميه لقينا ابو محمد اذا تسمعني يعني الصوت لا تصير بيه مشكله، يعني تقدر تغيرني مكانك حتى نسمعك بشكل اوضح؟ والله مغير يعني انا تقريبا هسه يعني غيرت المكان حتى تسمعوني، انا يعني جاي اسمعك. نعم يعني بس اعتذر عن المقاطعه. نعم. بس حتى نبين للساده المشاهدين اعتذر منكم. نعم. لرداءة الصوت. نعم. هي مو مشكله من عندنا او من ابو محمد او من اي شخص من داخل العراق، هاي واحده من مشاكل العراقيين، يعطون فلوس قيامه الله ودا يدفعون فلوس الشركات. صحيح. مال اتصالات شركات خاصه من صاحبها ما حد يعرف، المن تابع ما حد يعرف، بس كلهم تابعين الاحزاب. ايش دا يحصل المواطن؟ دا يحصل خدمه رديئه، دا يحصل هالانترنت التعبان، دا يحصل هالشبكه التعبانه، والعالم تشتكي بس منو منفه لهم؟ فحتى العالم يعرف ان العراقي ما دا يعاني بس من سياسي دا يبوقه وبس، هو لا عنده مي، لا عنده كهرباء، لا عنده اكل، لا عنده شرب، لا عنده وظيفه، لا عنده راتب، لا عنده مستقبل لاولاده. الشاب يكبر يتخرج من الكليه يقول اريد اشتغل ما يلقى شغل، يريد يتزوج ما يقدر يتزوج، يريد يشتري بيت ما يقدر يشتري بيت، ويشتري تليفون ما يقدر يخابر. احنا هاي المشكله مالتنا ويا السياسيين. تكمل اخوي ابو محمد اعتذر على قطعك. نعم استاذ القضيه يعني كان حتى شغله الساعات الاضافيه من على قضية اللوائح والقوائم الخاصة بها لقينا أدنى شيء للوظف العادي يعني بالحكومة،
البرلمانيين منطينهم اعلى حد بالساعات الاضافيه، يعني ياخذون الفول يعني اعلى شيء. نعم. يعني هم تطلع مبالغ قائله يعني لا تعد ولا تحصى، يعني غير الامتياز زين، امتيازات الاعضاء مجالس محافظات والمحافظين والناس هذه كلها بالملايين والمليارات. زين احنا موظفين هسه والله العظيم، انا مدير مدرسه اريد قرطاسيه للاداره مال المدرسه، يعني نشتري من عند من جيبنا خاص من العانات او التفاليس اللي ما يعرف العانات اللي ينطوناهم. زين ماخرينها يعني حتى الراتب ماخرين. شكرا شكرا ابو محمد، وطيتنا معلومه مهمه راح نحكي بها ان شاء الله. بس عندي بدايه ابو سجاد من بغداد، حياك الله. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله الكرام. الله يساعدكم، شلونكم؟ ويساعدك يا ربي، هلا بيك اخويا. رحمه الله على والدك. اخويا انا احد المتظاهرين في ساعه على راسنا، انت وكل المتظاهرين. عندي انا وانت مو اقول لك انا رد مو 45 وجو. بس اذا امكن تعيد لي لان ما سمعت واضح. اقول لك انا احد المظاهرين من 25 اكتوبر، ملاحظ المظاهرات بيها عالي. والنعم منك اخوي. اخوي وشفت الويل، الويل شفت انواع واشكال. نعم. شو شايفه؟ هي عندي اسرار بس ما اقدر احكيها. طيب الدهن زين. نعم. عندنا 40,000 جيران باموتة. قل لي ليش؟ ليش؟ خاف يجون يخربون شغل على بدر. مفضل إيران بالعكس. زين. هاي وحدة. زين. هاي اول فقره. او ثاني فقره، حل البرلمان. المظاهرين لابد يحلون البرلمان، ما بيها مجال، لان البرلمان انا شفت قلت لك عصابات مو برلمان. نعم. لازم نحل البرلمان العراقي، لان يعني كل واحد مسوي له مجموعه حزب، ليش حفروا 20 كرسي و 30 كرسي براس الشعب؟ اذا البرلمان اذا ما انحل الشعب لا شيء. زين. تسمعني؟ نعم. زين. فقرات وياي واحدة ولا اثنين ولا عشرة، ما اقدر اسولفك هواي سوالف ما اقدر اسولف. واضح واضح. هاي مال البرلمان لازم تقرونها، مال حل البرلمان ما بيها مجال، الشعب فيه. إذا برضو البرلمان، لأن تجي شلون البرلمان؟ البرلمان أول ما يصير مجموعة من حزب المنطقة منطقتها، وياي؟ نعم. كل منطقة منطقتها يأسس لحزب. زين الفقير لا إله بس على الله وأهل البيت. لا نصف. نعم. وين تروح؟ وين تطلع هيك اللي عنده خمس شهر؟ شو يعيش الظرف الصعب اللي عندنا؟ نعم. شكرا شكرا لك ابو سجاد لاتصالك بقناه الرافدين، ومره ثانيه اعتذر للساده المشاهدين بس رداءة الصوت من المصدر مو من عندنا. ام محمد من الموصل، حياك الله. السلام عليكم. عين التلفل. عليكم السلام والرحمه والاكرام. الله يبارك فيك، تسلم. نشكركم على هالقناه المفوضه. السلام عليكم. عليكم السلام. لا شكر على واجب. الله يبارك فيكم، وان شاء الله يا ربي يحفظكم ويحفظ قناتكم المفضله من طريق عن طريق قناتكم الناشد بالعفو العام عن المعتقلين الابرياء والمحكومين المظلومين. نعم. اللي ما بلغوا مثل هم حدثوا يحكموا حكم ظالم، اعاده المحاكم او العفو العام، الناشد من قناتكم، الناشد هيئه علماء المسلمين،
الشباب هاي راح تضيع بالسجون، لا زيارة اكو، هاي 19 احنا ما 19 احنا ما زرنا ولا نعرف ميتين طيبين ولدنا، كل شيء ما نعرف عنهم. فان شاء الله يا ربي مع كل نفس فرج قريب عادل يا ربي، ونشكركم واللي انتم دائما مثل ما اقول تعبانين علينا وتعب داعون وتطالبون، ان شاء الله الله لا يخيب ظنكم، ان شاء الله رب العالمين يوفقكم، ونشكركم على القناة المفضلة ومنونين منكم يا ربي، ان شاء الله عمر ورزق وصحة وعافية ويستر عليكم الرب يا ربي، هاي القناة تكون ديما الله لنا. شكرا شكرا لك ام محمد، وهذا واجبنا ولا شكر على واجب. يعني ابو محمد من السماوة قال كلمة، يقول أنا مدير مدرسة أريد قرطاسية للمدرسة أو لإدارة المدرسة ما ألقى، أنا والمعلمين نشتري قرطاسية المعلمين والإدارة والمدرسة من نفقتنا أو من جيبنا الخاص، ما أشاء الله على الدولة العراقية. إحنا بالقرن 21، العراق اللي كانت جامعة بغداد رقم 7 عالمياً، جامعة بغداد كانت لما تطي شهادة كل العالم يعترف بيها، جامعة بغداد اللي كانت قبلة لأغلب دول العالم يجون يدرسون بيها، اليوم ما شاء الله تعليم بالعراق في ظل وزراء ما بعد الاحتلال أو وزراء حكومات الاحتلال، رجعنا 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 لورا. إذا كنا نفكر بقرطاسية الطالب هسه حتى قرطاسية المعلم، وهي أصلا مدارس ماكو، ياما فيديوهات نشرناها مدارس طين، ويجوز باكر عقبه يقول لهم هاي المدرسة تجاوز، ده يبنون مول الواحد من السياسيين، يعني ما بقوا شيء ما باعوا بالعراق. إذا هم خار عبد الله تنازلوا بي، ما بقوا شيء ما نطوا، ما بقوا شيء ما باعوا، لا نفط لا كبريت لا زئبق لا فوسفات لا حديد لا رمل، كل شيء، حتى الزميج اللي يستخدم للزراعة همين يمكن باعوا. وما استغرب إذا باكر نشوف العراق معروض بالمزادات وهمين دا يبيعوا هو وشعبه، لأن تطلع من عندهم. فأبو محمد من السماوة يعني هاي نقطة مهمة، إذا المعلم ما لاقي شيء من وزارته، إذا الوزارة ما محترمة المعلم، يعني المشكلة كنا ربينا على 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 كلمة أو على جملة أو على حكمة، قفل المعلم يوفه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا، لأن هو معلم، هو اللي دا يربي ولدك واللي دا يعلمهم واللي دا يكبرهم ودا يبني أساسهم ويدرسهم حتى باكر عقبة يطلع منهم الطبيب والمهندس والدكتور والسياسي، لأن ما راح أدوم لك. هذا حال المعلم، فكيف باقي القطاعات؟ أحد الأشخاص المتصلين يقول موظف لقيناه منتحر لأن ما عنده فلوس يوكل جهاله، مع الأسف مع الأسف بالقرن 21 واحد عنده جهال ما قادر يوكلهم، وفكر بشي حرام الانتحار. أبو أمير من كركوك حياك الله، ألو ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. تدخل شرحين. نحمد الله على كل شيء. انتو شلونكم؟ الله يسلمك. بالنسبة لموضوعكم. نعم. حول الرواتب وحول أموال العراق. هي مو بس الرواتب. أنا موضوعي إن هم بعد ما نشفوا العراق من كل شيء داروا على الرواتب. استاذ أفل. نعم. اسمع كلش زين اخويا. الثلاثة اقترحني ان يسمون مجلس النواب، مو مجلس النواب، مجلس النهار. كل واحد يتصل لك للنواب مجلس النهار، لان ما اتفقوا على اي قرار يفيد الشعب، بس اتفقوا على مخصصات مرواتبهم.
سينطبق عليهم ويسموهم مجلس النهار. نعم. هاي فقرة. الفقرة الثانية قناة العراقية اللي تطلع جهاز إرهابيين وما أدري من السلم التعبانة أتحداهم يطلعوا لي من ذولا منطقين الكاتيوشات الجهاز يطلقون كاتيوش على السفارات والمسافة الدبلوماسية. وقت المنتج سحب السفارات الأجنبية العراقي ظل يعني انتهي لأن ذولا حق من حسابهم نعم فلوس وباقوا 17 سنة من أموال العراقيين ظل الخارج وما يدلون وين يروحون يعرفون بس لكن باكر هاي المنتجة تجينا من الخارج نحطها من يشتري الدول الخارج من يشتري يشتري الصومال شيبوتي من اللي يشتري يعني أريد يجاوبون هسه هم لولا المسؤولين إلى حكم بالمسؤولية. والشغلة الثانية المساجين أخ أسل تدري في أجلك الله اللفات والملابس الداخلية يقولون بس تجي 50,000 وصلات سعرها مين يجيبوا المساجين بس استحلفك بالله يعني خلي يفكرون قانون العفو العام يعني انضعفوا انضعفوا ليش قبل كل فترة انضعفوا يخلي الناس تفرق والناس غيرها تكفى ترتاح اصلح لها كلبيا يا اخي يفكروا فيهم مقر هالناس نعم هذا الشعب المسكين اللي ما شاف راحه. واشكرك العفو العفو أبو أمير شكرا 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 لك. أول اتصال من دولة شقيقة للعراق السودان أبو أيمن حياك الله. أبو أيمن تسمعني؟ مع الأسف انقطع الاتصال ويا أبو أيمن من السودان كنا نتمنى أن نسمع رأيه في موضوع الحلقة. أما الآن أم أزهار من بغداد حياك الله. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييك وحيي هاي القناة الحرة العظيمة وعامليها. حياك بالنسبة الله. بالنسبة والله إيش أقول أقول العراق العراق راح انباع العراق سابقا العراق قبل 2003 لكن هسه ما نقدر نقول العراق ما نسمي العراق نخجل نقول العراق لأن الحرامية اللي باظوه باظوه وباعوه أصلا باعت إيران وأمريكا وإسرائيل وهذا هذا كان الاتفاق بيناتهم عندما من إجوا حطموا العراق من إجوا كذبوا على العراق أنه أكو نووي وأكو كل شيء حتى يستولون على أراضي العراق على خيرات العراق مع الأسف الشديد. هذول لا دين ولا ديانة لا من أمريكا ولا من إسرائيل ولا من إيران لا. إيران اللي هي نتعرف الدين ويسموها الإسلامية مع الأسف أي إسلامية هذه أي إسلامية تحشيد عنها اللي هم منبع القتل والنهب والسلب والبوق ومنبع خيراتنا كلها إلهم مصب خيراتنا إلى إيران راحت فضلت العراق كلها إلى إيران والأيادي الخبيثة الموجودة هنا تبعية إيران كلها من أهل العمايم إلى هالزبالات اللي إجت من العامري والخزعلي والمالكي وتطلع هاي اللي هي كانت المستشارة اللي ينصيف تمدح بالمالكي وتمدح بالقانونية لأن هي حرامية مثلهم بس واحد يسألها كم عمارة هي عندها ومنها لهنا ننتشب الذهب كلهم يعني ما نستثني أحد منهم كلهم حرامية من نائبات إلى النواب إلى وزراء إلى حسالات طيب إجونا على السيارات الدبابات الأمريكية. احنا نتمنى من رب العالمين بس احنا هذا صبرنا الله ان شاء الله يدوم بخير ويخلصنا من هالمعمعة اللي احنا خشينا بيها من الباش ومن هالدوائر الدائر مدائرنا احنا صرنا مثل السمكر كل دارت علينا مذمومين صرنا الكل لانه اكو قائد قوي لو اكو حكومة قوية ما كان احد يقدر يمسنا لكن هي هاي الحالة اللي اجت كلها ضعف
وكل من يقول يا روحي وكل من يقول إلي. ونتمنى من الثوار، نتمنى من الثوار نعطيهم الدعم القوي، ونتمنى لهم ان الله هم ينجيهم من الاوباش اللي دا يضربوهم، ونتمنى لهم النصر الدائم ويحيون العراق ان شاء الله ويقومونه مثل ما كان، ونضرب الاوباش ونعلقهم ونراويهم العراق شنو كان ومنو اللي بيه. شرفاء، بس الشرفاء، ما احنا ما نحب الناس الحراميه. نعم. والناس الانذال. وانا اشكرك. شكرا شكرا لك ام ازهار. بس يعني شغله قلتي نخجل نقول العراق، العراق عمره ما نخجل من عند العراق، عراق العالم كله يعرف تاريخ العراق ومن العراق ومن العراقيين. بس خلونا نصحح ونقول نخجل نقول ذولا عراقيين، اي ذولا مو عراقيين. اما قضيه ايران جمهوريه اسلاميه، لو ايران كانت جمهوريه اسلاميه ومثل ما قالت انه هي تدافع عن المذهب وتدافع عن المقدسات، عندكم مثال قريب ترى دا يصير هسه، الحرب اللي بين ارمينيا واذربيجان، ايران ويا من واقفه؟ اذربيجان شيعيه وارمينيا مسيحيه، بس روحوا شوفوا لي ايران ويا من واقفه وضد منه، حتى تعرفون انه هي تدافع عن المذهب والاسلام، لا لا واقفه ويا ارمينيا ضد اذربيجان. عرفوا هي شنو. صباح من بغداد، حياك الله. صباح. بالنسبة للعملية السياسية من 2003 ولحد الآن، شنو جينا من عندها الشعب العراقي والمواطن العراقي البسيط؟ ما جينينا فتشي من عندها. يعني حكومات اللي جت متعاقبة كلها فاشلة وفساد، يعني ما عندهم أي إنجازات واحد يفتخر به. يعني حتى الأحزاب اللي موجودة عندهم واللي هي سبب رئيسي بدمار العراق، يعني شنو انجازاتكم؟ هسه من التاريخ يريد يذكركم، مثل التاريخ اذا ذكر العراق تاريخ مشرف لغايه 2003، يعني من اي الملك فيصل، البعثيين، القبلها، كل اللي يجمي يعني بناء بنيه تحتيه يفتخر به العراق والعراقيين، وسووا عندهم انجازات بكل مجالات الحياه بالزراعه والصناعه وغيرها ومجال العسكري والامني. لكن ذول شي يريد يحجون؟ حتى قبة البرلمان من 2004 ولحد الآن شنو سوهم؟ شنو شرعهم قوانين تخدم المواطن البسيط اللي عايش على قوت يومه؟ يعني مو تقول موظف أو غيره، ما عندهم أي شيء. صدقني استاذ كل شيء ما عندهم غير الدمار والطائفية والخراب. يعني احنا بلد النهرين، ما يقدرون هاي الأموال اللي جتنا أكثر من 1500 مليار دولار خلال هاي 17 سنة، ما يقدرون يدعمون وزارة الزراعة ويسدون حاجة المواطن العراقي والاحتياجات اللي يحتاجها الفلاح العراقي في سبيل ما نحتاج أي دولة، ما نحتاج كل دول الجوار في مجال الزراعة والصناعة نفس الحالة، كلها تعطيل تدمير سواء إرهاب داعش أو الإرهاب الميليشيات، دمر مشكو بنية تحتية، مصانع، معامل، زراعة، غيرها، مضخات كهرباء، في سبيل احنا يخلونه دولة ضعيفة. وصدق هسه احنا العراق دولة ضعيفة، والدليل هذا شوف هسه هذا الدمار اللي احنا جاي نعانيه من وراء هاي الطبقات السياسية بالكل. يعني السياسيين الاحزاب لهم ضلع، والمعمائم اللي تدخلت بالسياسة لها ضلع، واللي يحجون يقولون احنا مجاهدين حشد وغيرها والميليشيات، ذولي لهم ضلع، كلهم ناس ساندة ناس. يعني اصبحنا بالمنطقه، يعني مثل ما حكت اختنا ام زهراء، يعني واحد يستحي يقول انا عراقي؟ هذا العراق تاريخ المشرف يصير هيك العراق على ايد ذول الحثالات اللي يحكون باسم المرجعيه وباسم المذهب ودمرونا رجعونا 1000 سنة لورا. شنو احنا هسه حاليا بين الدول العربيه المتقدمه؟ مع العلم قبل 2003 كان التعليم العالي عندنا درجه اولى من اوائل الدول، والقضاء على محو الاميه يعني صار محو الاميه يعني نجح، وماكو عندنا. طيب. انا اعتذر منك اخ صباح، بس صدقا الوقت ادركني. شكرا جزيلا لك لانضمامك لنا وكلامك على العين وعلى الراس، واتمنى يعني تكون ويانا مستمر في برنامج صوتكم، والى كل المهله العفو في الحلقات المقبله. أول رسالة وصلتنا، السلام عليكم. يقول البعض أنه النازحين وافقت الدولة على إعادتهم، لكن هم اللي مرجعوا لهذه المناطق، بس ما قالوا السبب عدم عودتهم وعدم توفر الخدمات أو بسبب زرع الألغام فيها، ويتهمون النازحين أنهم باعوا عقاراتهم مثل ما سووا
بعض الفلسطينيين ويا اليهود، لكن على الأخيار من تلك المحافظات أن يعيدوا هم إليها حتى لو كانت بدون خدمات، أفضل من البقاء في مخيمات وسيفقدون مدنهم إلى الأبد وعدم تزويد أطفالهم بالمستمسكات المطلوبة. هذا يدل على عدم وجود أي نية في المستقبل لإعادتهم. السلام عليكم أستاذ، وياك إحدى طالبات جامعة لمبار. أستاذ، نريد منكم توصلون صوتنا إلى وزارتنا، وزارة التعليم العالي، بأنه التعليم الإلكتروني ما يخدم طلاب وطالبات الجامعة، خصوصا أنه هي مرحلة صعبة ومدى نفهم عليه، يعني جيل ندرسه هو ما يفهم علينا، وجيل يدرسنا احنا ما نفهم علينا، مو فاهم يدرسنا. السلام عليكم زهراء من العمارة، تحياتي. أني صافنا على هاي الناس الضالة تشكي وتبكي من الفقر والظلم. يا أخي طلعوا مظاهرات، مو أحسن لكم؟ متى تبقون تخافون من فلان وعلان؟ باقية بس هاي الشباب اللي ما شافت من عمرها شي تنقتل بالشارع وضالين بس تتفرجون عليها. الله عليك يا أخي، كيلو طماطة بألف والبرلمانيين حرامية وبكربلة ذبوا سم على السمج. الله يحفظ عمي أبو زكريا وياك أم زينب، حياك الله. السلام عليكم، أنا أخذكم من بغداد، زوجي وأولادي أخذهم من تحرير الموصل، والحد هسه ما نعرف عنهم شي، وين ما أروح ما يقبلوني يطوني الصدق. زوجي مريض سرطان وأولادي صغار حدث، وين مصطفى الكاظم يقولوا لي أريد أستفسر وأرجعهم، وصار 4 سنوات ماكو إلهم لا اسم ولا مكان، والله حرام عليهم، ما قلنا غير الله وهم، وريد نعرف ولدنا وين. وأشكركم على هذا البرنامج الشريف، وتحياتي إلك والكل شريف في العراق. السلام عليكم من عبد الخالق الناصر، أشكر قناتكم الرائعة. ليش أجلوا الرواتب؟ ما يحسون بحال الناس شلون راح تعيش هاي المأساة؟ الله ينتقم منهم ومن كل ظالم. وممكن أن تنشر لهذه الرسالة على التلفزيون، تكرم قرأتها. أستاذ أفل، السلام عليكم، أبو حاتم من الموصل، تحية طيبة للجميع المحترم. العراق البلد الإنساني والعطاء، والبلد الإنساني والبلد المعطاء والحق والحضارات، والآن أمام العالم أجمع العدو أقبل الصديق، يتجرع مرارة الألم وجور الاحتلال وأعوانه الفاسدين في الخضراء، ولا من يستجيب من العالم بعد الصبر. وخرجت فتية من شباب العراق بمطالب حق للشعب العراقي ومشروعة، وتصدى لهم ميليشيات ذيول وعجارب الاحتلال مقتدى الصدر وعمار الحكيم وهادي العامري وقيس الخزعلي للإطاحة بهم وإرضاء إدارة الشر أمريكا وشيطان العصر والمنطقة الخرف علي خامنئي. وأقول للإخوة قادة التظاهر والثورة السلمية، ممثل الشعب العراقي الشرعي، الثبات الثبات والصبر مفتاح الفرج. الأخ صباح قال كلمة، قال إحنا دولة ضعيفة، العراق عمره ما صار دولة ضعيفة، بس ذول السياسيين نتيجة سياستهم سووا العراق مع الأسف دولة متخلفة بالقرن 21، مع الأسف. حال العراق انتو دا تشوفوا، وحال العراق ما يتحسن إلا بأياديكم انتو. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، باكر في أمان الله.